عشان نعمل سموذي الكمثرى بالقرفة، عندنا كمثرى موز مجمدين والكمثرى من غير القشر بتاعها، عندنا قرفة وجوز الطيب وعين جمل، وعندنا كمان فانيليا، شوية مية يمشوا كده الدنيا، وكريم شانتي وصوص كراميل وقرفة عيدان، دول للتقديم. فهنعمل ايه؟ طبعا اللي حابب يضيف عسل او يضيف سكر مفيش مشكلة خالص. هاخد الموز، الكمثرى، القرفة، حاجة بسيطة خالص، الفانيليا، جوزة الطيب برضو حاجة بسيطة جدا، وشوية عين جمل هنا، ومحتاجين عليهم قليل من الماء علشان نمشي الخلاط. عايزين تحطوا لبن حطوا، عايزين تحطوا كريمة حطوا، عايزين تحطوا عصير برتقان حطوا، براحتكم مفيش مشكلة. وزي ما قلت لكم سكر عسل للتحلية، أنا هكتفي بالسكر بتاع الفاكهة. قوامه تقيل وهو ده المطلوب، السموذي لازم يبقى قوامه تقيل. شايفين المطة دي؟ دي من الموز. ثواني بس اجيب معلقة عشان انزل كل اللي في الخلاط. حلو قوي. وبعدين اقوم واخده الكريم شانتيه اختياري طبعا، وبعدين احط عين جمل كده. سموذي لطيف جدا ومنعش مغذي ولذيذ قوي. عايزين تحطوا بقى بذر الكتان، بذور الشيا، عايزين تحطوا جنين القمح، عايزين تحطوا شويه شوفان، يعني اي حاجات كده عايزين الولاد ياخدوها وياخدوا فايدتها جوه السموذي تقدروا طبعا تعملوا كده.